حبيت السؤال، تقول إن ليش لما نساعد شخص من كثر ما تساعدين تكرهين عمش، ما تبين حتى تساعدينه، ما تبين. والله صادقة. يكرمونك في المساعدة، استغفر الله. لا، لما يجي هذا الشعور على طول تراجعي عنه، على طول تراجعي عنه، لأن الأصل في العطاء. الأصل أنت وجودك على هذه الدنيا أنك أنت تعبدين رب العالمين بيد أنت تعطين فيها، يد الله مع الجماعة. فأنا لما أنا شو اليد اللي أنا بعطي فيها؟ فما يستوي أنك أنت تقولين مثل الطبيب، يعني هذا ما يحتاج المساعدة، هذا أصلا ما يستاهل، ما يستوي عدوك. أنت مريض قدامك، أنت كطبيب عندك، أنت حالف القسم وعندك ضمير مع رب العالمين أنك تخلي، أنت عليك أنك حتى تحييها، إن من أحياك من أحيا الناس جميعا. فيعني في أمور في الحياة أنا لازم أسويها، مو بس الطبيب، طبقي على كل شيء في الحياة نفس الشيء. فأنت تسوين شيء، تأدين دورك، هذا اسمه جهاد نفس، اني انا اقبض عمري ان اساعد. لكن في ناس ممكن تكون استغلاليه بزياده، ممكن انت توجهينهم تساعدينهم بطريقه ثانيه، بحيث انك انت بعد لا توصلين مرحله انك انت ما تبين تساعدينهم. فانا دائما اشوف ان اعطيهم حل جذري وقولي لهم، كوني واضحه انا ما